السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم مرة أخرى بالمهام السرية الخاصة بلعبة جي تي اي 5. لماذا تأخرت في نشر المهام؟ ببساطة، هذه المهمة تطلب مني مجهود مضاعف لكي أستطيع فتحها. للتو يا رفاق، الشغلات هي لكي نكتشف. As I told the person، سأقرأ يا أصدقاء البريفز لكي أكتشف عما يتحدث. لحد الآن فإننا لا نقوم بالسياقة، ليستر هو الذي يقوم بالسياقة، وهنحن جئنا لهذا المكان. اكتشفنا يا رفاقي بأن هناك شخص ما أرسل بعض من الأموال لأحد العصابات لكي يقوم بقتل دي سانتا، مايكل دي سانتا. وليستر فإننا مسرع الآن ومهروي القليل بأن يجب علينا قتل أولئك الأشخاص قبل أن يقوم بقتلك يا صديقي مايكل. وبالفعل قام ليستر باختراقهم، وهنحن ذاهبون لكي نقوم بقتل الأشخاص الذين يودون قتل صديقنا مايكل. ليستر يا صديقي، نقوم بإظهار الخريطة أولا، لأنني أقوم بحذف الخريطة في أغلب الأحيان لكي أستمتع يا رفاق أثناء لعب لعبة جي تي اي 5. لكن في هذه المهام من ضروري، لقد رأيتها، the man we're looking for، go and kill him، I'll wait here. حسنا، ويتحدث مع تلك الفتاة. نعم هو، لا. لماذا لا أستطيع قتله؟ ممتاز، هيا هيا جيد جيد، دمرته وقمت بأخذ شيء ما. ما هو ذلك الشيء الذي أخذته؟ لا أعرف، لكننا حصلنا على نجمات لرجال الشرطة. Hey, he's dead. There's an envelope. Yes، أخذت الانفلوب هو الأول. Did you find it? There are some pictures of... Wow، في ذلك الانفلوب هناك صور لجيمي وأماندا وتريسي. مشكل يا رفاقي هو أن ذلك الكلب كان لديه انفلوب، وفيه كذلك الصور الخاصة بجيمي أماندا وتريسي، يعني أنهم يريدون قتل كذلك عائلة صديقنا مايكل. سأحاول الإسراع يا أصدقائي بسرعة كبيرة وأخذ أحد السيارات السريعة لنقوم بأخذ تلك السيارة لأنها سيئة جدا. ماذا سنقوم بأخذ؟ جيستر، هاتها أسرع. جيستر بالفعل من نوعية السبور كذلك السيارة هناك، لكن هاتها يا رفاق شيتا من نوعية السوبر، ستكون أفضل. صديقي ليستر، ليستر يتحدث في الهاتف. بسرعة يا ماي فريند ليستر، بسرعة. أوكي باي، بيج فاوند هيم، شيز وركين اون إت، ليتس جو باك اون تاون، باك اون تاون. واو واو واو، بيج فإنها ستشتغل الآن يا رفاق، ستبحث عن ذلك المجرم. بالفعل هاي رسلتنا. أوكي جايز، ذا تريسي شوبين ات ذا بي. واو واو واو، تريسي فإنها موجودة في البحر. جي بي إس لوكيشن، أوكي دونت وري، يو هاف تو هاري، موف أون، سيف ماي بيبي. بطبيعة الحال، لأنكم إذا تذكرتم فإن بيج تحب تريسي، وهناك علاقة سرية ما بين بيج وبين لامار، وكذلك كلنا يعرف بأن صديقنا يا رفاق فرانكلين يريد يا رفاق فعل علاقة مع تريسي في المقطع السابق. كلكم يا رفاق تذكر ذلك المقطع. المهم سنذهب الآن ونكشف هاتف، فإنها حقيقة المهام موجودة في لعبة جي تي اي 5. شركة روكستار جيمز قررت حذفها بالنسبة للشباب الذين لم يشاهدوا المهام السابقة التي قمت بنشرها. الشيء الذي فعلته هو أنني تعمقت داخل من الملفات، فعلت بعض من الأمور السرية بطبيعة الحال التي لن أنشرها على اليوتيوب ببساطة، لأنني تعبت صراحة لكي أستطيع جذب هذه المهمات. لهذا السبب يا رفاقي لا أظهر لكم السر بطبيعة الحال، لكي تبقى قناة ياس بليس قناة سرية، وستبقى مثل هذه المقاطع لن تشاهدوها في أي مكان على اليوتيوب، فقط على قناة ياس بليس. لهذا السبب يا رفاقي، إذا أردت ألا تفوتك مثل هذه المقاطع فما عليك فعله فقط الاشتراك في القناة، تفعيل ذلك الجرس لكي لا تفوتك مقاطع خرافية مثل هذه. ذلك الكلب فإنه متجه نحو تريسي، رأيتموه هو بالأحمر. بسرعة بسرعة بسرعة، سأحاول الذهاب من هنا. الدوران سندور. الحمد لله أنني قمت بأخذ هذه السيارة ولم أقم بأخذ السيارات الأخرى. ذلك الكلب ذاهب عند تريسي، علينا الإسراع قبل أن يصل له. مغفل، لو كنت يا رفاقي أسوق باستعمال فرانكي لوصلنا لذلك المغفل، لكن مع الأسف لا أستطيع. منطقيا فرانكي هو الذي عليه فعل هذه المهام لكي ينقذ حبيبته تريسي. أنا حتى اقتربنا من الوصول له، لم يتبقى الكثير. يا أيها الكلب، جئنا عنده. هو هذا، نعم هو هذا، قتلته قبل أن يصل عند تريسي. Yes the killer is dead، I'm not confident، let's find تريسي. نعم، رغم كل هذا فإن مايكل يا أصدقائي ماذا تفعل؟ أعطاهم إصبع الوسطى ليستر. حصلنا على نجمات رجال الشرطة، لكن عين الذهب وإيجاد تريسي بطبيعة الحال لكي نطمئن عليها. دمرناهم صراحة يا أصدقاء قبل أن يصلوا عند تريسي. وصلنا، الذكاء الاصطناعي، لو لم أقم بأخذ هذه السيارة وقمت بأخذ تلك السيارة السيئة ما كنا لكي نستطيع فعل هذه المهمة. ها هي تريسي، هاو ار يو، أنت بخير، تفعلين هنا في الشاطئ؟ حسنا، استمتع بوقتك وحضري. سويتي ار يو اوكي، ذا فاميلي از اند راتاك سم وان هاير. واو، ران هوم اند لوك يور سيلف اب، ام لوكين فور جيمي ان يور مام. فهمنا الشيء الذي اخبرنا تريسي، الان قلنا لها اذهبي للمنزل واقفلي على نفسك الباب. وبالفعل هي هربت.
سي يو ليتر تريسي. دامت يا رفاق تجري الآن يجب عليه الذهاب نحو ذلك القاتل الآخر. بيج هل وجدته؟ بيج سي ساندين ميد بوزيشن جيمي. واو 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 يجب عليه إسرع. جيمي هو الذي سيموت الآن إذا لم نسرع. سنقوم بوضع علامة في تلك الضفة فقط لكي نعرف الطريق. الكلاب بعيدون صراحة على جيمي. في إمكاني الاتجاه الآن نحو جيمي ولا أقوم بقتل أولئك الكلاب. يعني أنني سأخبر جيمي بأن عليه الهروب قبل أن يأتي الكلاب ويقوم بالهجوم عليه. لكن الشيء الذي سأفعله هو أنني سأتأكد من أن أولئك الكلاب سيموتون قبل أن يصلوا لابن جيمي. لا تنسوا بأنني لازلت منصبا هنا. ذلك المود الخاص بالدمج. إذا ركزتم جيدا السيارة كيف أصبحت دمج بسيط جدا يا رفاق. وهذه السيارة ستستطيع. ولن أقوم يا أصدقاء بالغش. يعني أنني لن أقوم بتعديل السيارة باستعمال المودات. هنا الكلاب ها هم. مات السائق. الآن سنذهب بسرعة بسرعة قبل أن يأتي رجال الشرطة. سنتجه الآن عند جيمي. Let's find جيمي. جيمي بعيد رغم كل هذا سنذهب عنده. بما أنني قريب من لوس سانتوس كاسم سأحاول الاتجاه للوس سانتوس كاسم لكي أقوم بتعديل هذه السيارة. واو 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 مرات أسفل منه. قلبته واو لقطة عالمية تلك يا صديقة. السيارة كيف أصبحت بسبب ذلك المود؟ مود خطير صراحة. المود الخاص ب الواقعية في الدمج بالنسبة للسيارات. حوادث السيارات الآن أصبحت حقيقية كثيرة لهذا السبب علينا الحذر. فعلنا الآن الإيديت. قمنا بقتل الأعداء. لا مشكلة لدينا لن يستطيع الوصول يا رفاقي لجيمي. سنذهب الآن عند جيمي لكي يتجه للمنزل. أتمنى فقط ألا يذهبوا للمنزل. هل هذه المهمة لديها علاقة بالميري ويدر؟ لمن شاهد التختيم بطبيعة الحال فإنه سيعرف مهمة الميري ويدر وسيعرف يا أصدقاء الشيء الذي حدث لعائلة مايكل. هل لديها علاقة بالنسبة للميري ويدر؟ لست متأكد بالضبط. جيمبو وير آر يو جيمبو؟ أين هو جيمبو؟ راقبوا هذا المغفل ماذا يفعل؟ سائق هذا الباص رأيتم؟ أكبر مغفل في التاريخ. جيمبو أين هو هل جيمبو في الباص؟ جيمبو نعم جيمبو في الباص. جيمبو في الباص يا أيها المغفل لقد أصبت سيارتي يا أيها الكلب. انزل قد إفاري جيمبو. كيف حالك يا جيمبو؟ ها هو جيمبو لقد نزل. جيمي كيلرز آر لوكين فور أس ران هوم. اوكي سأحاول ركن يا أصدقاء هذا الباص ذات المنطقة. جيمبو المسكين كان راكبا في الباص عادي جدا والكلاب فإنهم يقومون يا أصدقائي بمحاولة قتله. هيا جيمي سي يو ليتر داد بي كيرفل. نعم خذ ذلك الباص وهرب. بالنسبة لي أنا سأقوم بأخذ السيارة لكي أتجه عند أمك أماندا لأن أمك كذلك الكارثة ستقع. الكلب للتو يا رفاق قمت بتعديل هذه السيارة وراقب العجلة لقد دخلت. هيا تعال يا ليستر بسرعة يا ليستر. ليستر الكلب لن يسمح لي يا رفاق علي أخذ سيارة أخرى لأن تلك السيارة لا صراحة لاحظت بأن العجلة في الخلف فإنها أثرت كثيرا ولا يوجد لوس سانتوس كاسم قريب هنا لكي نستطيع الذهاب له. هيا بسرعة من الضروري الاتجاه. واو الكلاب قريبون يا رفاق متجهون عند أماندا. اقتربوا كثيرا من أماندا. بسرعة علينا إنقاذ أماندا قبل أن يصل لها الكلاب. حسنا سأحاول اختصار الطريق ولا مرور من هنا. ندخل الخريطة لكي نكتشف. أماندا في الفوق. الكلاب هنا مشكل. علي الاتجاه عند أماندا يا أصدقاء. من الضروري الذهاب عند أماندا الآن والتعرض للكلاب من الطريق في الفوق لأنهم سيمرون لها من الفوق. لا 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 تقلق يا أماندا. سأحاول الإسراع رغم أني نصبت الدمج الحقيقي الخاص بالسيارات لكن من أجل الحب بطبيعة الحال أم أولادي لا يجب أن يحدث لها. لا 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 حوادث السير. لا مشكل لم أعد أستطيع التحكم في هذه السيارة بشكل جيد. علينا إيجاد سيارة جديدة يا صديق. بسرعة لدينا الويزل نيوز. هناك سيارة أخرى لم أستطع إصابتها. الكلب سائق الشاحنة أصابني. هناك سيارة صديقي ليست. تعال بسرعة لقد رأيتها. هذه السيارة جيدة. أماندا لقد تحركت. تحركت لذلك ممتاز. من الجيد أن أماندا ابتعدت منهم. الآن سأتجه عندهم مباشرة لأنهم جايين سيمرون من هنا. حسنا الطريق التي سأذهب لها فإنها جيدة يعني أني سألتقي بهم. هي أسعد يا ليست. ممتاز. راقبوا حوادث السيارات. الكوارث السيارات هاتي وليس حوادث السيارات. شين خدشتها فقط خدشة بسيطة. إذا أصيبت العجلات لن تتحرك ولن تستطيع تحرك وهذا منطقي. أصلا الأشخاص الذين يقومون بفعل حوادث السير وتصاب العجلة أو القطعة الحديدية الخاصة بالسيارة تدخل في العجلة فإنه لا يستطيع التحرك. لهذا السبب تلاحظون بأنهم يقفون وسط من الطريق حتى تأتي مثلا الشاحنة الكبيرة الخاصة بحمل السيارات لكي تقوم بحمل السيارة. وهذا ما يحدث بالضبط في هذا المود الذي قمت بتنصيبه. بالفعل وصلنا للكلاب.
الحمد لله ان اماندا ذهبت في الاتجاه الاخر ولم تتجه عندهم. لو اتجهت عندهم كانوا سيقتلونا. الكلاب لا زالوا متجهين عندها اذا ركزتم جيدا. حسنا سيموتون الان. واو 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 هم مسرعون. الحمد لله انه يقومش باخذ هذه السياره وجدتها. حسنا العجلات ممتاز اصبتهم في العجلات. مات. ليتس جو. دمرته يا رفاقي دمرته عان بوال. انا هيته. شاهدوا لقد اتصلنا بها. قالت لنا وات ذا فاك از جوين. قلنا لها دونت وري اي ام كومين فور يو. فقط توقفي وانتظرينا. اوكي اوكي اوكي. قمنا بانقاذها لولا ليستر ولولا بيج لا ماتت عائله مايكل ولا متنا نحن كذلك لان القاتل عرفنا ذهبنا قمنا باخذ الانفلوب. الانفلوب وجدنا فيه صوره العائله وذلك القاتل الكلب ارسل اتباعه لكي يقوم بقتل العائله وعرفوا مكانهم يعني ان هناك شخص ما تدخل لكي يقوم بقتل عائله مايكل. انا اقتربت من الوصول عند اماندا. اماندا لا زالت تقوم بالسياقه. علينا الحذر يا اصدقائي ممكن الاعداء ان يظهروا في اي لحظه. اماندا وير ار يو؟ اماندا ار يو اوكي؟ نعم 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 هاي يا اماندا. اماندا نعم احضري يا اماندا هناك سائق قاتل خطير تعالي تعالي جانب الطريق. قامت يا رفاق اماندا بركن سيروس من الطريق. جيمي انتريسي لا تقلقي جيمي انتريسي قمت بانقاذهم لقد ذهبوا للمنزل. اماندا كذلك ستقوم باخذ سيارتها وستذهب. لاحظت بان اماندا سبقت السياره يا اصدقاء لم تعد سيارتها حمراء اصبحت بيضاء. وصلت للمنزل لحد الان الامور جيده. لدينا هنا كذلك الشخص سيارتي موجوده كذلك. ليتس جيت انسايد اند سي اف ذا كيدز ار اوكي. سندخل الان وسنكتشف هل الشباب بخير. اين انت؟ سمعت صوت جيمي على الاقل لكن لم استطع ايجاد اي احد. سنصعد للفوق هيا بسرعه بسرعه بسرعه. في الفوق لم اجد اي شيء هنا في الاسفل. نعم بالفعل ها تريسي موجودة وراقبوا جيمبو. جيمبو ارتدى يا رفاق الملابس العسكرية لكي يدافع عن نفسه ولكي يدافع عن اختي تريسي. احسن العمل جيد. They are fine. I've been guarding all time that. احسن يا صديقي جيمي. لقد لاحظت الامر لانك قمت بارتداء الملابس العسكرية. Are we safe now؟ اين هي اماندا؟ اماندا لقد تحدثت معنا. Yes yes you are safe my baby don't worry. We should be safe. الان الشيء الذي سيحدث هو ان ليستر سيكتشف. او اماندا هناك تلعب اليوغا. نعم لقد جاءت اماندا سابقتنا وهي تلعب اليوغا. حسنا فهمنا الان الشيء الذي سيحدث هو ان ليستر سيحاول يا رفاق اكتشاف من هو الشخص الذي قام بارسال اولئك الاعداء لكي يقوم بتدمير العائله وبعدها في المستقبل القريب فاننا سنقوم بتدميره. وكانت هذه هي مهمه محاوله اغتيال عائله مايكل في لعبه جي تي اي 5. هذه المهمه قررت شركه روكستار جيمز اضافتها في ملفات اللعبه لكنها حذفتها ولم تنشرها رسميا اثناء تختيم لعبه جي تي اي 5. لن تستطيعوا ايجاد هذه المهمه نهائيا. بالنسبه لي انا ساكون قد وصلت نهايه هذا المقطع. اتمنى ان عجبكم. كذلك الحين كان معكم ياسين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع ولا تنسوا بان السلامه وخير ختام. We'll be right back.